إلى ذلك اتخذت خلية الأزمة في محافظة ديالى قرارات عدة. المكتب الإعلامي للمحافظ ذكر في بيانه أن الأخير عقد اجتماعا طارئا لخلية الأزمة في ديوان المحافظة، وأن الاجتماع خرج بستة قرارات، وهي تمديد حظر التجوال الشامل لكل أقضية ونواحي ديالى لمدة 7 أيام، وإغلاق كلي لمدخل محافظة ديالى من جهة خان بني سعد، واتخاذ إجراءات مشددة بمنع انتقال المركبات والأهالي من وإلى العاصمة. بالنسبة لتمديد الحظر ملتزمين وفق ما يصدر من خلية الأزمة في بغداد، لذلك راح نمدد الحظر لأكثر من 7 أيام قادمة، وننتظر التطورات، ووفق التطورات ناخذ إجراءات أخرى. طلبت قطع الطريق من ناحية بغداد في منطقة خان بني سعد، لأنه يعتقدون أنه كثرة الإصابات في العاصمة بغداد قد والقرب لقرب هذا الطريق بالنسبة للعاصمة بغداد، وكثرة العلاقات التجارية وكثرة العلاقات الاجتماعية الموجودة في هذه المنطقتين، قررنا غلق الطريق بالكامل. صار إعاز للفرقة الخامسة وإعاز لقيادة الشرطة، قطع الطريق بالكامل ما بين بغداد ومحافظة ديالى بالنسبة لمنطقة خان بني سعد. في ديالى تم فحص 52 مشتبه بالإصابة، الحمد لله فقط 5 ثبتت إصابتهم بنتيجة موجبة، 4 منهم تماثلوا إلى الشفاء وخرجوا إلى بيوتهم، وأيضا تم فحص كافة الملامسين لهم وكانوا بصحة جيدة والحمد لله. مريض فقط واحد عمره 67 سنة ويعاني من أمراض مزمنة، تم تشخيصه وإدخاله إلى الردها، ولكن كان يعاني أصلا من أمراض تنفسية، ودخلناه على عربة التخدير والتنفس الاصطناعي، ثم تحسن ولكن فارق الحياة بسبب ضعف المناعة اللي موجودة، وأنه يعاني من أمراض أخرى. استعداداتنا اليوم كاملة، جهاز الفحص اللي خاص بفيروس كورونا اليوم تم العمل به في ديالى، وبذلك هذا راح يسهل لنا بشكل كبير جدا انه نقدر نحصل على النتائج اسرع، وبالتالي راح نقدر نشمل ايضا بالمستقبل القريب اكبر عدد ممكن من نفحصهم. احنا غايتنا مو ما نعتقل اي شخص، لان الاعتقال راح يسبب لنا مردود سلبي. هذا الجانب اللي قضيناه من المراكز، سوينا عليهم تعهدات خطيه، ومن بعد ذلك اطلقنا صراحة خلال ساعات، فما عندنا اي معتقل نهائيا بخصوص حظر التجوال، لان احنا وجدنا مواطننا الكريم متعاون، تعاون جيد فاهم الحاله، واحنا فرحين وسعيدين جدا انه مواطننا الكريم وصلت الرساله، ونشوف هذا التعاون جيد جدا.